هذه الخشبة أصوات رسمت بموهبتها الأمل، فارتفع صوت الطفل السوري بسلام وجمال مواجها سوادا رسمته الحرب على ملامح حياتنا اليومية. التاريخ ذاك الشرقي العجوز الغيور يتعمد خفال دمشق عن ألسنة الحكايا، منذ أن سلمها قاسيون مهرا وأنجب منها خجل الجوري، منقوصة بعض روايات التاريخ. بحضور رسمي وجماهيري اختتمت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أغنية الطفل السوري على مسرح دار الأوبرا بدمشق. نرى أن هناك خامات وطنية كبيرة من حيث الأداء، من حيث الحضور، من حيث التكوين الجغرافي الذي شمل كل بقاع سوريا. وأن نفرح وأن نغني في هذا الزمن، في زمن الانتصارات لكل أبناء الوطن، وهذه البسمة التي تركها أطفال الوطن على الحضور، على محيى الحضور، تدل على أن سوريا تغني للنصر. الاحتفال هو يعني نستطيع نقول محطة، ولكن اتخذت مسارين. أول المسار الأول هو ما تعمل عليه طبعا وزارة التربية ومنظمة طلع البعث، لأننا نتكامل الأدوار وشركاء، هو بناء الشخصية المتكاملة والمتوازنة لطفلنا. لا يعني ليس المهم أن يكون الطفل جيدا في الرياضيات واللغة العربية، لابد أن يتكامل أيضا مع الأنشطة ودورها الكبير في بناء شخصيته، وهذا الأمر نتكامل الأدوار فيه مع منظمة طلائع الباس. والنقطة الأهم، لا يمكن أن يكون لدينا في قادم الأيام مواهب رياضية أو مواهب موسيقية أو مواهب أي فنية سواء في التربية الفنية إلا أن تكون البداية من المدرسة ومن هذه المرحلة العمرية. منظمة طلائع البعث هي المنظمة المسؤولة عن الأنشطة اللاصفية، دورها يتكامل مع وزارة التربية ومع الجهات المعنية الأخرى وبإشراف حزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي على بناء الجيل بناء سويا سليما متينا رصينا. الآن هذه الأيام الصعبة، السنوات الصعبة التي مرت على أبنائنا، بالحقيقة هم بحاجة من جديد إلى إعادة البسمة إلى شفاههم وعقولهم وقلوبهم، إلى إعادة الفرحة، إلى إعادة الأمل. يكون ذلك باكتشاف المواهب في وضعها على الطريق الصحيح، في خلق جو مناسب من أجل المنافسة الموضوعية بإشراف مختصين، بإشراف خبراء. ما بين مسرحيات غنائية ولوحات راقصة عكست الواقع بألمه وأمله، ارتفع صوت الطفل السوري على خشبة المسرح محاكيا السلام والمحبة بصدق موهبته. متميزين عزفا وغناء بيجوا المغنين كرواد، يعني بيشاركوا من ضمن رائد كل فرع بمرافقة العازفين اللي هن كمان رواد في العزف كمرافقة موسيقية، لكن لا يتم التقييم للعازفين، يكون التقييم فقط للمغنين. وبتصير هي الحبكة الجميلة وهالألوان الملونة من كافة المحافظات السورية، كل طفل بيعطي اللي عنده، كل طفل بيعطينا إمكانياته الصوتية وتراثه وتاريخه وتاريخ منطقته اللي عايش منه. كنا مشاركين بمجموعة أغاني تراثية من تراث كل المحافظات، يعني بعتقد أنه كللنا النجاح بهذا المهرجان. طبعاً كانت المهرجان كان مهرجان فخم، وهذا المسرح يعني ما من مكان بيقدر يوقف عليه، وإلي أنا الفخر والاعتزاز أني أغني قدام حضور هذا الحضور، وإلي الفخر أني واقف على هذا المسرح. والتدريب طبعاً فضل الأستاذ غزوان العبدو، شاركت فقرات وطنية مع فقرة تراث إدلبي، وشاركت مجموعة مثل مجموعة ترديد مثل كورال تقريبا بدك تقولي ترديد مع رفاقي. هلا الجو روعة، ونحن مشاركين بأغاني وطنية مثل ما شفتوا وسمعتوا، عبدانا إن شاء الله والله ينجحنا للأعلى. وعلى منصة الختام تصدر تكريم المواهب الشابة المشهد في خطوة نحو رعايتها ودعمها لتبقى صوت سوريا الحضاري إلى العالم.